إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الأسئلة المهمة وعن طريق طرق علاج البول اللا إرادي، وراح نتحدث عن الوراثة والأشياء البسيطة هذه وعلاقتها بالمرض البول اللا إرادي. نطرح سؤال مبسط جدا، هل من عوامل وراثية مؤثرة على عملية البول اللا إرادي عند الأطفال من سن 5 سنين وفوق، مثلا من سن 5 سنين إلى 10 سنين أو أقل من هذا العمر؟ بالطبع إذا كان أحد الوالدين يعاني من مرض سلس البول تكون النسبة في الأطفال تقريبا، آخر البحوث تحدثت تقريبا 40%، وبعض الأحيان في بعض البحوث تكلمت أن 70% إذا شمل كل الوالدين. هذه أول نقطة مهمة، يعني أن عملية الوراثة الموجودة في الأب والأم ممكن تكون مؤثر على عملية التبول اللا إرادي عند الطفل. طبعا راح نتكلم الحين عن عملية العلاج. ما هو العلاج للتبول اللا إرادي عند الطفل؟ وإن شاء الله راح نتكلم بشكل مفصل في هذه النقطة. طبعا قبل المباشرة بأي نوع من العلاجات يجب التأكد من عدم وجود مرض عضوي أو التهاب بالمسالك البولية أو مرض سكري شبابي أو سكري كاذب. نحتاج نتأكد من أنه يوجد فحص دقيق جدا ينبه أنه ما يكون موجودة هذه الأمراض. كذلك إذا كان الطفل يتناول الكثير من المنبهات مثل الكولا أو الشاي أو الكاكاو يجب نصحه يعني بالامتناع عنها. إذا كان الطفل يعاني من الإمساك يجب معالجته. في بعض الأحيان تكون هناك علاقة بين الشخير الناجم عن وجود زوائد أنفية وأيضا بالفراش وإزالتها، وأيضا من الضروري أن ننصح الطفل أن يتحمل أو يحاول أن يتعلم من جديد عملية التبول، وننهي الطفل عن التبول اللا إرادي في بعض الحالات. ممكن تكون يوجد التهابات في المنطقة مما يسبب التبول اللا إرادي، فلا نكون يعني قاسين على الطفل. لازم نتأكد من المعطيات الطبية الأولى قبل. ومن المهم عدم توبيخ الطفل أيضا إذا بال في الفراش، وأحيانا يعطي نظام محفز للطفل أو نظام المكافآت أو التعزيز الإيجابي، نتائج جيدة طبعا. إذا مثلا نسوي جدول مبسط للطفل، هذا الجدول المبسط عبارة عن بعض النصائح المبسطة، وهي عبارة عن نصيحة للطفل ونقول له إذا لم تبل في هذا اليوم، أو إذا أنت استحملت وحاولت تتكيف مع التعلم الجديد للتبول من جديد، يعني انه يبول من نفسه
من إرادة نفسه ممكن أن نسوي له جدول مكافآت خاصة، يعني نعطيه بعض الهدايا المحفزة له لكي يتحفز ويطبق بعض الكلمات التي ممكن تسهل عملية العلاج. أيضا الإيحاء يعني الإيجابي نتائجه جيدة جدا، ولكنها تحتاج إلى بضعة شهور على تطبيق هذا الكلام كله، وتعاون متبادل من قبل الأهل والطفل. أيضا استعمال الجرس المنبه هو مثال على الإيحاء الإيجابي عند الزلال عند الأطفال. أيضا وجود الزلال بالبول شائع عند الأطفال، قد يكون خفيفا وأيضا بدون أهمية تذكر، وممكن أيضا يكون يعني منذر بقدوم مرض كلوي مزمن. أيضا الطريقة الوحيدة للكشف عن وجود أي أمراض بولية، من الضروري الذهاب إلى طبيب مختص لكي يتم فحص هذه المناطق، يتم فحص القضيب ويتم فحص المثانة البولية بشكل كامل، ويتم فحص الأجهزة وبشكل كامل وتفصيلي، وإعطاء بعض النتائج البولية وكمية المواد وسكر البول الموجود، وأيضا بعض المواد الموجودة في البول وكمية البكتيريا والمخلوقات الدقيقة. يحتاج إلى فحص كامل من قبل طبيب مختص. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم. في أمان الله.